بعد هذا العرض الوافي المستفيض الذي لا يحتاج منا إلى توضيح، نفتح باب النقاش. وقبل ذلك نحب أن نذكر بمحاضرة الغد الدين ورجال الدين عبر السنين. والآن نفتح باب النقاش. نحن نسمع كثير السيد محمود جاء رفض عنه الصلاة. ما سامع؟ أنا سامع برضه. بنسمع كثير إنه السيد محمود بيقول أصلا رفض عنه لأنه وصل مرتبة ورفض عنه الصلاة فيها. اللي هي أربع ركعات مثلا الظهر والعشاء أربع ركعات، هل بيؤديها ولا رفض عنه زي ما قالوا؟ ما بيؤديها مثلا. أربع ركعات الظهر، الخمسة مثلا بيؤديها كما بيؤديها احنا العاديين ولا هو فيها لأنه في المرتبة رفع عن فيها. فكرة الموضوع ده كان واضح حتى آخر المحاضرة كانت مخصصة للمسألة دي، واضحة خالص يعني من حديث الأستاذ عن الصلاة. وأنا بعتقد إنه إذا كان الأخ عنده ماذا لبس في الكتاب بدل الأربع ركعات مثلا أربع ركعات يعني فيها زي مثلا أو اللي حتى يا أخ أنا أفتكر أحسن أن تدينا مجال برضو. أنت سألت ونحن ردينا عليك، إذا كان ما مقتنع بالسؤال ده ممكن معلش يعتبره ما تعتبره. في كتاب هناك عن الصلاة أقرأه وتعليمه باكر هنا. أستاذ محمود محمد الله وضح للحاضرين هنا في هذه الدار النفس اللي اثر على الناس حكايه انه رفع عنه الصلاه وتكلم عنه كثير جدا جدا، ولا زال برضه في كتب في الخارج لاي واحد عشان يفهم الموضوع بتاع رفع عنه الصلاه ده شنو. نحن واثقين كل صله ان الاستاذ محمود اقنع عدد كبير جدا او تقريبا كلنا بالموضوع ده، لكن في افتكر هنا حتى اخ هنا بيسال سؤال، هل الاستاذ محمود مختار بيصلي الصلاة كاملة وحس الليلة أدت أربع ركعات حق العصر مثلا أو الظهر أم لا؟ عشان كده ما أسأل الأستاذ محمود، لكن في من حق الإنسان الحاضر في هذه الدار والإنسان المحاضر دي وبالرغم من وجود الكتب الكثيرة دي وبالرغم من إذا حضر وضح الأستاذ محمود حقه يجاوب على السؤال بتاع الأقضية، هل الأستاذ محمود بيصلي الأربع ركعات والليلة يصلي الأربع ركعات والعصر أم لا؟ أفتكر السؤال ده مجرد في بتاع البساطة يقول أي أو لا، عشان يمنع أي أقل المستمع ليا، نحن مستمعين، لكن إيه المانع من الأستاذ يغنى عن المحاضرة ليا أو الإنسان اللي جاب خصوص من أجلها ويحضر محاضرته أي ولا لا؟ فنرجو من الأستاذ أن يجاوب على هذا الأخ اللي سأل السؤال ده. وشكرا. اسمع، هي لا نجرى أطول عليك، أنا ما صليت الظهر أربع ركعات بالصورة اللي أنت بتصليها ولا قاعد أصليها. ده الإجابة عليك بإيجاز في الموضوع ده، لكن انت اذا كنت عايز تظهر حقيقة دينك الكلام اللي انا قلته واضح للناس المقبلين بقلوبهم ليهم، لكن اذا كنت انت فعلا بتحاول ان تثير مسائل ما الغرض منها الفهم، ما تجد غير انك بتواجه باشياء تسوق بس. فانا لما بشرح عشان ما ارميك انت في الفتنة. لما انا ما كان ممكن بايجاز انا ما بقول الكلام اللي انا بقوله، انت ما جبت لي للمنصه دي عشان اتكلم، ما انت اتسببت في ان نفتح نحن الدار دي ونتكلم عنها باستمرار. انا لما اجي للمنصه دي بجي لان اقول للناس الحقائق بدون اي مواربه، وانا ماني خايف من احد اطلاقا. فيبقى انا لما اشرح
لما اشرح في الحقيقة رفق بك انت، فانت حد تحاول ان تفهم، مش انت تحاول ان تثير الفتن بالضبط اللي كنت بالضبط لغيرك. انا لو كنت اجيز مين كبير قلت لكم مثلا يا جماعة انا ما قاعد اصلي كلية، ولا صلاة الدين ولا صلاة الشريعة، انا ما قاعد اصلي، انا افتكر انا ضللتكم. لو قلت عليك بصورة ما فيها شرح وافي برضو انا ضللتك. انا حريص على ان الكلام اللي انا بقوله يسوقك للخير ما يسوقك للفتنة، من اجل ده شرحتك. فانت لما يقام في بالك انك انت تجي تسأل من المنصة دي، محمود بيصلي الظهر زي ما صلاه في الصلاة الماضية، ويقول في بالك انه محمود ممكن يجي يقول لك والله انا صليته، تفتكر اني انا بجي اقول لك الكلام ده بغشك؟ لما انا اقول لك انا ما صليته تفتكر انا بعتقد في نفسي اقول لك بايجاز الصورة دي ان انا نصحتك؟ فانا ابتعدت كل التعب، كتبت لك الكتاب وشرحت لك الامر ده لاعصمك من ان تنفتن. انا بصلي الصلاه اللي عايزها الله، الصلاه اللي ربنا جعل صلاه الشريعه انت بتصليها وسيله ليها، وانت بتصليها ما وصلت للامر المطلوب، وصلاتك ما مقبوله عند الله. الامر اللي عليه واسع الفضاء كله، الامر اللي احنا في مشكله عنه ان صلاتنا بقت صلاه بلا روح. الامر اللي انا عايزه يرجع لكل الاخرين هو ان تكون الصلاه عندها روح. الروح موديات لوين؟ هو ما تكلمت ليه عنه، ان الشريعه الجماعيه الحكمه وراها ان تسوقك الى الشريعه الفرديه في صلاتك، وان نبينا صاحب شريعه فرديه، وفي صلاته الفرديه جبريل كان دون ان يدرك المقام بتاع الصلاه الفرديه. الشرح ده كله ما ادى عنك، خذ الاجابه عني، انا ما صليت الظهر وما بصليه بالهيئه اللي انت بتصليها، وانا عايزك انك انت تصلي الظهر وتصليه بروح ليوصلك الى مقام شريعتك الفرديه، لانه ده مضاد ديننا.